أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا. حديثنا القادم راح يكون عن الطاقة وتوفير الطاقة واستخدام الطاقة الشمسية في الهدف من تخفيف الضغط على الطاقة أيضا، وأيضا إنه الاستفادة قدر الإمكان من البيئة المحيطة في توفير الطاقة إن كان للمنازل أو للمصلحة العامة أو للمصلحة الشخصية. بسعدنا يكون معنا الأستاذ الدكتور محمد حامد، أمين عام هيئة تنظيم قطاع الطاقة في هذا الصباح. صباح الخير دكتور. صباح الخير. يا مرحبا فيك. يعني موضوع الطاقة هو الشغل الشاغل الآن، مش فقط للأردن، لأغلب مناطق ومدن ودول العالم. ماذا نقول في هذا الموضوع في هذا الصباح؟ سيدي أشكرك جدا، صباح الخير لحضرتك ولل المشاهدين الكرام. يعني أحد التحديات اللي بواجهها الأردن هو في قطاع الطاقة وبالذات في قطاع الكهرباء. الطلب على الكهرباء بالأردن كان بعام 2012 نسبة الزيادة كانت 5.5%، متوقعين أنها ترتفع ل 6%، اللي بيزيد الأمور تعقيد وأكثر حرج الكلفة، كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية. احنا الخليط المستخدم لإنتاج الطاقة الكهربائية بوجود الغاز المصري خلينا نقول بال 2009 ما كانش عندنا مشكلة، 80% من الخليط كان غاز واستخدام الديزل كان قليل جدا والباقي وقود ثقيل. في 2012 الغاز المصري كان بشكل 15%، فتصور انخفض من 80 ل 15%. هذا أدى إلى رفع كلفة الطاقة الكهربائية تقريبا ل 18 قرش لكل كيلووات ساعة، ويباع بالمعدل ب 8 قروش لكل كيلووات ساعة. فإحنا يعني منحقق فقط 50% من الكلفة. من هون بيجي التحدي الكبير، إنه طيب ما العمل؟ شو اللي بدنا نسوي؟ صحيح. فزي ما تفضلت حضرتك، يعني احنا بلشنا ببرنامج اللي هو السماح للمواطنين، خلصنا كل الامور التشريعيه المطلوبه، سماح للمواطنين بتركيب انظمه الطاقه الشمسيه لتوليد الكهرباء، ويستطيع المواطن انه يركب هذا النظام في بيته، وفقط شركه الكهرباء بتشبك هذا النظام وبتحط له عداد ثاني بدون مقابل. المواطن مش بحاجة إنه يراجع الهيئة أو يحصل على رخصة أو يراجع أي دائرة حكومية مطلقا أبدا، فقط بيشتري النظام وبيحكي مع شركة الكهرباء، بزوروه بحددوا له موعد وبكشفوا يعني على البيت وعلى التوصيلات اللي موجودة عنده، وبتم شبكه على الشبكة. ومن هون بتحكم المواطن بالفاتورة تبع الكهرباء اللي بتيجي نهاية الشهر. ممتاز. قديش طبعا ممكن يستفيد إن كان هذا المواطن أو الحواليه؟ يعني ممكن إنه أنا أعمل نظام وسيستم طاقة يفيدني، وكمان يكون عنده القدرة إنه يفيد الحوالي، وممكن يعود بالفائدة على المواطن. نعم. هو سيدي خلينا نأخذ قطاع المنزلي بالأول. يعني اللي فاتورته خلينا نقول 16 دينار حاليا، ممكن ينزل هاي الفاتورة بالنظام هذا الشمسي، إذا استخدم مثلا النظام هذا وتصير فاتورته حوالي 9 دنانير. هو يمكن بفصل الشتاء ما فيش حدا بينزل فاتورته 16، كله يكون مرتفع. وإذا كان فاتورته 30 دينار ممكن تنزل ل10 دنانير وهكذا. يعني اللي حتى فاتورته أو استهلاكه 1000 كيلووات ساعة بالشهر تقريبا 107 دنانير، هاي بتنزل لحوالي 30 دينار. هاي في توفير هائل بصراحه. واحنا بالهيئه سمحنا بانه الانسان يولد كهرباء تغطي استهلاكه كامل 100%، فما في مشكله فيها هاي. والفائض طبعا اذا كان في عنده فائض من الكهرباء ممكن يسجل له يعني، وكانه عماله ببيع كهرباء إلى شركة الكهرباء بالنهاية بنهاية السنة، يعني في مقاصة بتبين شو اللي له وشو اللي عليه. زي ما حكيت النظام هذا بكلف تقريبا اللي بيولد حوالي 150 كيلووات ساعة بالشهر، بكلف الآن يعني بالأسواق تعرف اختلفت الآن، هو كان سعره عالي جدا بس نزل السعر ممكن من 900 إلى 1000 دينار. وإحنا حكينا مع جمعية البنوك على أساس أنه تسهل الأمر على المواطنين، احنا بنحكي على القطاع هذا المنزلي. المنزلي نعم،
تسهل الأمور على المواطنين بحيث أنه يخلوا عملية إعطاء القروض سهلة جدا. و يعني بدأت بعض البنوك بتسمية بعض القروض بالقرض الأخضر أو كذا، يعني رمز للطاقة النظيفة. يعني مثلا هذا المولد أو هذا الجهاز اللي بيعمل الـ 150 وات، يعني لحد قد ايه ممكن يغطي داخل المنزل؟ ما دام موجود في عندنا شمس، الكهرباء عندك جاي 230 فولت طول النهار. طول النهار أبداً. او لحد قد ايه ممكن يعني بالشهر يعني بيغطي قد ايه فاتوره؟ يعني مثلا نحكي اللي بيصرف مثلا بالشهر 1000 وات. 1000 وات يعني طبعا اللي بيصرف 1000 بدل ما يجيب نظام بولد خلينا نقول 150 او 160 ممكن يجيب نظام يولد 450. 450 فمن هون بتنزل الفاتوره بس اغلى طبعا. طبعا اغلى بالتأكيد أغلى. الآن سيدي يعني زي ما تفضلت حضرتك، مش بس بالقطاع المنزلي، في عنا قطاعات أخرى بدأت الآن وبدأت بكثافة. الجامعات الرسمية والجامعات الخاصة، وآخر جامعة خاصة كانت جامعة العلوم التطبيقية، ركبت نظام كبير حوالي نصف ميجا وات على أساس أنه يغطي حوالي نصف الفاتورة الكهربائية، والمرحلة الثانية عندهم أنه يغطي الفاتورة الكهربائية بالكامل. الصحيح إذا أخذنا هذا كله بعين الاعتبار قبل ما أجي للقطاع العام، شو اللي بدنا نسويه بالقطاع العام؟ إحنا بنحكي بنخفف عن توليد الطاقة الكهربائية والاستثمار في توليد الطاقة الكهربائية لأنها مكلفة جدا. فإذا خففنا من هذا إحنا كثير بنخفف من العجز اللي موجود. زي ما حكيت لحضرتك التعرفة الكهربائية بتغطي فقط 50%. فإحنا قلنا بدل ما المواطنين يقولوا طيب انتوا يا قطاع عام ليش ما تبلشوا بحالكم قبل ما تطلبوا من المواطنين انهم ركبوا هالاجهزه هاي. فالان الخطه كما يلي، انه الدوائر الحكوميه، المؤسسات الحكوميه، الوزارات، كل المباني الحكوميه، احنا بالهيئه حطينا خطه ومنزورهم منحدد شو خلينا نقول قدره النظام الشمسي اللي بده يكون موجود، شو المساحه اللي موجوده عندهم، وعلى أساس أنه الهدف الآني تخفيض الفاتورة من 20% ل 25% في المباني الحكومية كلها. صحيح. بعدين يعني ممكن إحنا الهدف النهائي ما نستغني عن الكهرباء، لكن خليها كبديل، يعني أنه الشمس طالعة الأمور بنشتغل على الطاقة، لا سمح الله يعني صار هناك أي خلل في السيستم كذا تكون مباشرة الكهرباء موجودة كبديل. لكن بدل ما نظل شغالين عليها مثلا طول العام، نشتغل عليها مثلا 9 شهور، نشتغل عليها 10 شهور، 11 شهر، حسب ما انه يكون الامور ميسرة. يعني في عندنا اشكرك، في عندنا 300 يوم شمس، والهدف اعطاء المواطن خيار اخر، وانه هو يتحكم بفاتورته بغض النظر ارتفعت اسعار الكهرباء ما ارتفعت اسعار الكهرباء، هو بيتحكم بالفاتوره تبعه وبيعرف بالضبط شو اللي يستهلكه في البيت. ممتاز. ايضا نتحدث يعني يمكن عم بقرا خبر يمكن الكل قرا او اول امبارح او قبل 3 ايام فاتوره الكهرباء لوزاره الصحه 8 صحيح. مليون صحيح. يعني قديش هاي ممكن نوفر قبل ما نوفر لنا 5 مليون في موضوع الطاقه الشمسية؟ صحيح مزبوط سيدي، يعني مش بس بوزاره الصحه، بكل كمثال نعم. واحنا هذا اللي بلشنا فيه صحيح، يعني اطلعنا على البيانات اللي اجتنا من الدوائر الحكوميه كلها. انت بتحكي عن ملايين، عشرات الملايين الاستهلاك هذا. فأضف إلى ذلك في ديون متراكمة للدوائر الحكومية لصالح شركات توزيع الكهرباء، يعني لم تقم بتسديدها. فيعني هذا راح يعطي صحيح الدوائر الحكومية بعد آخر من حيث أنه هل الفلوس المخصصة للكهرباء بتروح لأمور أخرى بيستفيدوا منها. ممتاز. يعني يمكن الآن أنتم كهيئة تنظيم لقطاع الطاقة عم تعملوا إن شاء الله زي ما بنسمع من حضرتك أنه دور إيجابي بتنظيم العملية وبتوجيه اللي يعني نحكي القطاعات اللي بتصرف أكثر للطاقة، بأنه أنت أولا إذا اتجهت لموضوع
الطاقة البديلة والطاقة اللي بنحكي من البيئة بتوفر أول شيء على حالك، ومن ثم بتساهم بشكل كبير في دورك الوطني بالتخفيف أيضا على مخزون الطاقة للبلد. بالضبط سيدي، يعني خليني أقول برضو أرجع بس شوي للقطاع المنزلي، وقطاع مهم جدا، وإحنا يعني بنفكر الآن ببرامج بمشروع وطني أيضا يفيد خلينا نقول الأسر اللي دخلها محدود، لأنه برضو كمان اللي استهلاكه خلينا نقول 300 كيلو وات بالساعة أو 400 كيلو وات بجوز ما يكون قادر أنه يشتري نظام ب 800 أو 900 دينار أو 1000 دينار. صحيح. طيب شو الحل؟ فإحنا الآن بندرس خطة مشروع وطني بحيث تقوم شركات الكهرباء بتركيب الأجهزة للمواطنين وبدون مقابل، بس في لها ترتيبات أخرى طبعا، وبدون أن يكلف المواطن أي شيء، ويستطيع توليد الكهرباء وتغطية فاتورته وبشكل كامل. ف يعني احنا زي ما تفضلت حضرتك مظبوط 100%، هي مش بس خدمه للمواطن، هي ايضا للاقتصاد الوطني. صحيح. ككل. والان يعني احنا بنشتغل مع جمعيه البنوك، المستشفيات، المولات التجاريه اللي موجوده، لانه هذول بهمهم يخفضوا الكلف عليهم. يعني مثلا لا حتى كمان يمكن موضوع الفنادق، يعني الان في بعض الفنادق اللي مثلا زي العقبه نحكي زي البحر الميت، الشمس هناك اطول. صحيح. من باقي الاماكن وبتستغلها، وهم بحاجه لتسخين البركه، لتسخين مي، وهم بحاجه ايضا للطاقه بشكل كبير. احنا عم نشوف بعض الفنادق اللي بتشتغل هذا الموضوع، ويمكن لكم دور كمان بتوجيه الفنادق الاخرى لانه تتوجه لهذا الموضوع. صحيح مزبوط سيدي. غير عن الفنادق، وفي فنادق بالبحر الميت يعني شغال، صحيح، بدأوا يعني يوضعوا فيها. وبحب أقول بالقطاع المنزلي بدناش نقول إحنا أو النظر على المواطنين بس، شبكوا، في ناس شبكوا على الشبكة الكهربائية ولاحظوا قديش الفاتورة انخفضت. مشروع عملته الجمعية العلمية الملكية بدعم من الديوان الملكي الهاشمي بالطفيلة، في موجود 1000 بيت موجود عليها هذا السيستم، على أساس شبكه مع الشبكة العامة. بالإضافة أنه في كمان من المساعدات الأمريكية اختاروا 75 بيت محافظات مختلفة دخل متدني، وضع هاي الأجهزة على هاي البيوت. يعني في تسارع، يعني أنا بحكي لي مدير عام شركة الكهرباء الأردنية إنه القائم اللي عندهم اللي بطلبوا، المواطنين اللي بطلبوا شبك يعني مش ملحقين. ممتاز. نعم. يعني إيش إيجابي. طب سؤال يمكن دائما بخطر في بال الكثير، إنه موضوع الإنارة بالطرق. نعم. هل هناك لها حل مثلا إنه تسحب بالنهار طاقة وبالليل تقضي؟ لا، هي هاي مع المشروع الوطني، بتعرف الإنارة بالطرق تابعة للبلديات أو أمانة عمان أو وزارة الأشغال. وبالتأكيد يعني هذا موجود في دول ثانية، إنه تخزن الطاقة خلال النهار يعني، وبالليل تستخدم. فإذا إني مش يعني معلوماتي، بديش أعطي معلومات غير دقيقة، بس أظن وزارة الأشغال بتدرس هذا الموضوع وأمانة عمان. ممكن إنه يكون. نعم. إن شاء الله يعني. نعم. في موضوع كثير مهم، يمكن بنوفر كثير طاقة وبنفس الوقت ما بنضطرنا نقطع الكهرباء عن بعض الطرق. هلا في بعض الملاحظات يمكن اذا بسمعوني كنا فتحنا الموضوع، في كثير يمكن من المواطنين بيقترحوا مثلا بدل ما يقطعوا شارع ويقضوا شارع انه لمبه او لمبه لا، لكن يمكن احنا مش دفاعا، لكن ممكن السيستم يكون يمكن ما بزبط الا في يبدو انه في محددات فنيه امرار انها بجوز يمكن ما بتسمحش لهيك. مزبوط. انا بعرف انه قطع الاناره كليا عن الشارع ممكن يعني بتسبب حوادث مروريه، لا شك يعني معروف هذا الحكي، بس بجوز المحددات الفنيه اللي موجوده يعني الشارع اللي فيه يعني شويه انقطاع بهد السرعه الواحد بيمشي، لانه مرحله ان شاء الله الكل بيتكاتف الجميع انها أكيد. بتمر، وان شاء الله الكل يعني زي ما بنحكي دائما الافضل قادم دائما ان شاء الله لبلدنا ولمواطننا في كل مكان. نرجع لموضوع انه ما نستهين بأي جزء أو بأي تفصيل بسيط داخل البيت، إنه نقول ولا بدأ توقف هذا يوفر طاقة، لا، إنه هاي من هون بتبلش، إنه نوفر طاقة بالبيت، نحاول قدر المستطاع نخفف من الإنارة ونستخدم كل ما هو بيوفر طاقة.
صحيح. يعني أنا بس بدي أسوي هيك مقارنة مع استخدام المياه. تعرف حضرتك والإخوان المشاهدين بيعرفوا إنه قضية استخدام البربيش لغسل السيارة ممنوع وإلى آخره. يعني تعطي فكرة إنه يعني بدنا محافظة على المياه. صدقني إنه الطاقة نفس الإشي إذا ما كان حتى أكثر. لأنه زي ما حكيت لحضرتك لما أنت بتغطي بس 50% من الكلف وبتدعم الطاقة الكهربائية يعني بس أعطيك رقم، الدعم للطاقة الكهربائية في عام 2012 بلغ حوالي 1,470,000,000 دينار، فرقم كبير، هذا كبير كبير يعني. فاللي تفضلت فيه 100% سليم، انه الواحد يفكر ما دام اللمبه هاي المضويه وانا مش مستخدم، يعني مش بحاجه انها تكون مضويه، هي عمالها بتاخذ من الاقتصاد الوطني شيء كبير. ممكن كمان نتفقى. انت تجرب يعني، خلاص قرر الشهر هذا من بدايه مثلا 1/3 او بدايه 1/4 نعم. قرر انه انا بدي اتابع كل هاي المواضيع وشوف الفرق بالفاتوره بالزبط. يعني راح تلاقي فرق اكيد كبير يعني التكيب. يعني كثير من الناس تلاقي وصلت الكهرباء حاط فيها يمكن 3-4 اجهزه، بطفي الاجهزه لكن بخلي الوصله ضاويه، فهي كمان عم تصرف كهرباء لو الجهاز مش شغال لانه الوصله ضاويه عندك وعم صحيح. تصرف كهرباء سيدي مع الشمس يعني، وبالذات في فصل الصيف ومكيفات وكذا وإلى آخره، ما في مشكلة أبدا. هاي الطاقة الشمسية موجودة الحمد لله ونعمة من رب العالمين وبدون مقابل صحيح. وبدون منية من رب العالمين علينا لما بنعمل يعني اللي هو النظام اللي بتحكي عنه في المنازل بيكون هذا الوضع الطبيعي. نعم بالضبط، يعني حتى هو بيوفر يعني قضية الديسبلين تبع التوفير بدها تظلها موجودة سواء في شمسي أو ما في شمسي، وبالناتج إذا هو ولد كثير هو الكسبان، هو عماله ببيع للشبكة فهو الكسبان يعني، وبغطي فاتورته كامل بالكامل وببيع للشبكة أيضا. موضوع بيع الشبكة بأي طريقة؟ الآن كل شهر بتمر شركة الكهرباء حاليا بحطوا عداد ثاني زي ما حكيت بدون مقابل، بدون ما يدفع المواطن أي شيء، عداد بعد بالاتجاه اللي بروح من البيت للشبكة، والعداد الحالي اللي بعد من الشبكة للبيت. يعني بتصير بدل ما تدفع الكهرباء، الكهرباء يدفعوا لك بنهاية السنة كل الأشهر هذول بشوفوا شو اللي لك وشو اللي عليك، وانت بتبيع للشركة سعر الكيلو وات ب 12 قرش. ممتاز يعني نعم. موضوع يمكن انا بالعمد حبيت نعيد شرحه حتى يوصل كخلاصه للساده نعم. المواطنين عند موضوع انه انت النظام لما بتركب عندك في البيت اللي هو نظام توفير الطاقه من خلال استخدام الطاقه الشمسيه، بيكون انت عندك الساعه تاعتك اللي خاصه بالبيت اللي هي احتياطا لما بتكون الشمس طالعه اللي هي احتياطا انك يعني تستخدمها، وبيجي شركه الكهرباء بتتواصل مع المواطن بتقول لهم انه هيك بدي اصير ابيعكم كهرباء او بدي انا مركب سيستم توفير طاقه، بيجي بركبوا لك ساعه وهي الساعه بتصير تعد باتجاه المعاكس، يعني انت بتصير تحسب للشركه قديش مستفيده من النظام اذا حبيت انت تبيعهم كهرباء وتعطيهم طاقه وسعر الوط 12 قرش 12 قرش اللي بيبيعوا المواطن ومش شهري اتوقع للمحاسبه اللي هي سنويه شهري على الفاتوره الشهريه، على الشهرية. اما بنهايه السنه بشوفوا شو اللي لك وشو اللي عليه اذا انك بايع اكثر يعني خلينا نقول وبتكون هذا إلك. ممتاز إلك. يعني من خلال أيضا نحكي معرفتك وخبرتك في هذا المجال موضوع توفير الطاقة، يعني نحكي قديش بفيد بفصل الشتاء، يعني يمكن كثير من الناس بيقول لك أنا استخدامات التدفئة عندي بالشتاء، أنا بحب أستخدم الطاقة الكهربائية بالشتاء بالكونديشن الحامي نحكي اللي هو بفصل الشتاء، هل عملية استخدامه بفصل الشتاء؟ شوف هو احنا خلينا ناخذ السنة ككل كلها كاملة يعني، صحيح في فصل الشتاء خلينا نقول بمر علينا احنا ايام بتكون الـ يعني الغيوم موجودة ملبدة بالسماء الى اخره، والتوليد الطاقة ما بكونش موجود عندنا، لكن هذا مش كل يوم بصير، و إذا صار في بداية اليوم في عندنا خلينا نقول 3-4 ساعات شمس ممكن تصير حتى بالشتاء ما في مشكلة، يعني ما دام طلعت الشمس بخزن. صار التوليد مباشرة، وحتى لو كانت يعني الشمس طالعة ودرجة الحرارة صفر
والشمس طالعة بولي. ما في مشكلة أبدا، ما في مشكلة، التوليد بكون عادي ما في أي مشكلة. بيخزن طاقة؟ لا تخزين لا، لأنه هو مشبوك على الشبكة، فأي طاقة بتيجي إما بتستهلك بالبيت أو إذا الفائض من الاستهلاك بروح مباشرة للشبكة ببيع. نعم على طول. ما في تخزين يعني، هاي كمان استفادة للي ممكن يصير استثمار، انه انا اركب سيستم كهرباء في البيت وانا مسافر بضل شغال. هذا هذا ممكن يحصل كثير. يعني أكيد. في ناس كثير مثلا له فيلل بالاردن، له بيت وبيعملوا خارج الاردن. نعم. او بيعملوا وبيشتغلوا برا، ممكن صحيح. انا ارجع اركب السيستم هذا، انا ما بستخدم طاقه لكن بصير ابيع طاقه. صحيح كلامك. يعني كثير من الامور هاي كمان مفيده، يعني بالنهايه يعني كل هالجهد الذي يبذل من هيئه تنظيم قطاع الطاقه هو لمصلحه اولا المواطن الاردني، لمصلحه البلد بقدر الامكان نوفر لو كم وط من الطاقه، لانه بالنهايه وط من هون وط من هون بتصير الامور يعني يعني كميزانيه عامه بياثر وبتكون في تخفيف وفائده للجميع ان شاء الله. ايضا حاب ندردش في موضوع التواصل مع هيئه تنظيم الطاقه من خلال السوشيال ميديا، من خلال وسائل الاعلام المختلفه بالتوعيه والتثقيف في اهميه موضوع توفير الطاقة، وأيضا طرق بديلة. نعم. في إيجاد الطاقة. أشكرك سيدي، يعني هذا سؤال كثير مهم. أول شيء احنا موجودين على في لنا صفحة على شبكة التواصل الاجتماعي على الفيسبوك، في لنا رقم مجاني 0800 22 676. الإخوة المواطنين بدهم يتصلوا معنا يعرفوا أي شيء عن البرامج الموجودة عندنا، وبيجينا كثير اتصالات هاتفية على الرقم المجاني. يعني في عندنا إحنا الآن خلينا نقول برنامجين لإيصال الرسالة تبعنا، وأنا بشكر التلفزيون الأردني اللي يعني اللي اتاح لنا هاي الفرصة نوصل هاي الرسالة. تفضل. لأنه في مواطنين كثير ما بيعرفوا عن قضية النظام الشمسي لتوليد الكهرباء. حلو. فإحنا عندنا زي ما حكيت برنامجين، البرنامج الأول مشان الطاقة المتجددة، والبرنامج الثاني مشان ترشيد استهلاك الطاقة، سواء من خلال إطفاء الأجهزة الكهربائية وكذا عند عدم استعمالها، أو اللمبات الموفرة للطاقة. والآن وزارة الطاقة ستقوم بتوزيع حوالي 1.5 مليون لمبة على المواطنين بسعر يعني رمزي جدا. الهدف انه بتعرف هاي اللمبات كثير توفر طاقة لعند حوالي 85%، فصحيح كلفتها يمكن عالية تقريبا. كم حق اللمبة على تقريبا؟ في انواع مختلفة اللي موجودة بالسوق، يعني في بدينارين ونص، في بثلاثة، في باربعة، في بخمس دنانير، في بعشر دنانير كمان، يعني حسب المدة. ممتاز. العمر الافتراضي تبعها. ممتاز. يعني كل هذا أساليب تواصل، وأيضا هناك خطط للتوعية والتثقيف عم تشتغلوا عليها. نعم. بتنبيه المواطن من هذا الموضوع. نعم. فيعني جهد كبير يبذل. احنا سعيدين جدا بوجودك معنا الأستاذ الدكتور محمد حامد، أمين عام هيئة تنظيم قطاع الطاقة. زي ما سمعنا مشاهدينا يعني في الفعل ملاحظات إيجابية مميزة، ويعني لو يعني نجرب مش غلط، يعني في النهاية يعني الفائدة وزي ما حكينا أكيدة من خلال الأستاذ الدكتور محمد عن أنه راح يكون هناك فائدة إلك، فائدة للبلد، وبالنهاية راح يكون في مردود مالي بنهاية كل عام إذا استخدمت نظام صحيح. توفير الطاقة من خلال استخدام الطاقة الشمسية. شكرا لحضورك. شكرا. معنا يعطيكم ألف عافية. مشاهدينا متواصلين معكم في برنامج يوم جديد حتى العاشرة، خليكم معنا.